ألف سردة وسردة معي أنا لقمان ديري. هكذا حدثنا هردبشت. تهمة سوري. أنتظرك، أعرف أنك لن تأتي، أعرف أن لقائك بالصدفة في الشارع لن يحدث، كما أعرف بأنني لن أمضي إليك. ما أسوأ المعرفة، ما أجمل ذلك الطيش، ما أجمل ذلك الجنون الذي كان يودي بي بلحظة إلى شارع بيتكم، وما زلت أنتظرك كعادة مستحبة. حمود، الوطن جعد يتمزق يا حمود، الوطن ممزق خلقة يا عمي، إحنا اللي جعد نتمزق. محاسبة المخزن لا تبادلني التحية خارج أوقات الدوام، عاملة البريد أيضا، نادلة المقهى المجاور لا تبادلني الابتسامات كذلك خارج أوقات الدوام. مذكرات نفر. تتحقق مقولة الكلب الذي يمشي في ظل العربة فيظن العربة تمشي في ظله، الآن وسط المثقفين السوريين الجدد على الفيسبوك خصوصا، وهي عبارة عن مثل تركي قديم عرفناه من خلال رواية زبك للكاتب التركي عزيز نيسن عندما وضعه على مقدمة الكتاب. فظاهرة السرقة الأدبية انتشرت إلى درجة صار السارق فيها يندهش من سارق آخر لذات المادة ويستنكر سرقة الآخرين له، وكما يقول المثل الكردي دزج دزج زي عردو عزمان بيحسي، لص سرق من لص فسمعت بأمره الأرض والسماء، يعني الحرامي الأول جرس الحرامي الثاني. بل ووصل الأمر بالمثقفين السوريين إلى أن سرق أحدهم المقولة نفسها أو المثل إياه، الكلب الذي يمشي في ظل العربة فيظن العربة تمشي في ظله، وانهالت على بوسته اللايكات. كلما رأيت امرأة تشبهك اعتقدتها تحبني. لقد تجرعت الخازوق، لا مجد لك باسترجاع تفاصيله. شرح الإهانة تحت سقف الوطن قمة الجرأة، شرح الإهانة أضحى جرأة، جرأة يعكرها الخنوع، جرأة خانعة، والشرح يطول، شرح الإهانة يطول، سيطمعون بالفراغ الذي تشغله. مكرر، الحرب مائدة الغربان، والضباع أيضا تعليق غير مهم، والثورة أيضا مائدة تحديث غير مهم أيضا. ظل بان كي مون يقلق علينا من أول طلقة على المتظاهرين، مرورا بالاعتقالات والبراميل والقناصات والتهجير والصواريخ والكيماوي والأنقود والفوسفوري وانتهاء بالنووي المرتقب، وآخر شيء قلد وسام الشرف للناطق باسم معلمينه اللي عم يقتلوا فينا، من كتاب بان كي مون أو الكف 61 عغفلة. المثقفون العلمانيون يتبادلون اللايكات من ضفافهم المتناقضة المتصارعة التي يجعرون بحساب وبدون حساب من عليها، من كتاب ديمقراطية بلا ضفاف فصل حرية الأنذال. المثقفون يعتبرون الناس رعاعا لا تليق بهم الحرية ويعملون في مؤسسات تحرير الشعوب. المثقف تافه حتى لو أثبت العكس. الثورة السورية لم تفرز إبداعات عظيمة ولكنها كشفت كذبات عظيمة إضافة للكذبات غير العظيمة. واحد تهمته سوري وواحد مهنته سوري. هكذا حدثنا هردبشت. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.